بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوجستين رقم محبه. جديد على القناه ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. اختفاء استاذه نانسي ماهر تودروس سن 25 سنه. رجاء محبه مشاركه الفيديو مع الناس ومشاركه التليفون في حاله اجابتها. رجاء ارسال التليفون ده الاتصال به وإبلاغ بوجودها مكان وجودها. رجاء محبة، لو حضرتك شفتي يا أستاذة نانسي الفيديو رجاء عودي لبيتك. صدقيني ما في حد هيعاملك كويس غير في المسيحية، ولو حد غلط في حقك مفترض الكنيسة ترجع لك حقك. أنا بتكلم الكلام ده مجمل على أي بنت مسيحية سابت المسيح ترجع المسيح، وكنيسة جديرة إنها ترجع لها حقها من اللي لاقوها من اللي أذوها من الرعاة الحقيقيين اللي هما عن طريق الرعاة الحقيقيين اللي هما فعلا فاهمين ازاي يرى رعيتهم. جدير بالذكر ان مفيش حد ترك المسيح وبعد عن المسيح وعاش حياته نفسية مستريح او مبسوط، ده بالعكس الناس بتيجي من بره من حظيرة الاخرى حظائر كتيرة اخرى كرعية للمسيح. حي رعية من حي رجاء رجاء المسيح ورجاء من الناس كلها. نشير الخبر عشان هي توصل لأهلها، لو هي مخطوفة أو هي مجبرة على حاجة، ولو هي مش مخطوفة تحس بمدى أهميتها للمسيحية والمسيح والكنيسة هي وغيرها. احنا ربنا اشترينا بدمه، احنا ربنا ما تعلاش علينا، ربنا دفع دمه فينا على الصليب. ربنا بيحبنا، دفع فينا كتير دمه، مفيش أغلى من كده. يعني ومهما كان أي حد بيعمل حاجة بره بيعملها هو بيخادع، سنة بالكتير، وبيتعاملوا وحش مع كل البنات المسيحيات اللي بتغير متطرفين بيعملوا كده. نأكد تاني ضروري إرجاع جلسات النصح والإرشاد في حالة تغيير الدين، ضرورة ضرورة، مش مطلب عادي، مطلب عاجل وضروري جدا 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 انه يتم حالة تغيير الدين يتم مناقشة اللي هيغير دينه سواء راجل او ست، مع ان في الاغلب بيلعب على وتر السيدات والعاطفة الكلام ده. ففي المجمل يعني برضو بالنسبة لنا كمسيحيين، رجاء عامل والدتك كويس، عامل أختك كويس، عامل بنات عيلتك كويس، عامل مراتك كويس، عامل كل الناس كويس في عيلتك، مخلهمش زعلانين منك ويسيبوا الإيمان. لو مش هتعرف تعملهم كويس اتجنب اللي بيتعاملوا وحش، جنبه خالص، بس بلاش تبقى انت السبب ان هو يبعد عن المسيح. رجاء محبة لسه جديد على القناة، مننساش ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس وعمل مشاركة وتعليق.
ولايك بالنسبة لكل الناس اللي شايف الفيديو ده. أرجوكم عايزين نوصل لأكبر كم من الناس، وربنا يتمجد وترجع تاني لكنيستها وبيتها. شكرا لحضراتكم، متنسوش دي أم الثلاث أطفال. شكرا.